ماذا عن السيدة الأولى في حال فاز ترامب؟ سؤال شغل صحفاً عدة ومنها الإنديبندنت التي ذكرت في تقرير حديث أن ميلانيا ترامب أبرمت صفقة مع زوجها تفيد بأنها وفي حال عودته للبيت الأبيض في نوفمبر فلن تضطر لشغل منصب السيدة الأولى بدوام كامل بحسب ما صرح به أحد المطلعين للصحيفة. عارضة الأزياء السابقة قالت إنها تستطيع أن تكون أماً وسيدة أولى في الوقت نفسه، وذلك في إشارة لاهتمامها بابنها بارون الذي بسببه لا تريد جدولاً متواصلاً للأحداث في البيت الأبيض يشغلها على مدار الساعة، بل ستقسم إقامتها بين واشنطن ونيويورك لتكون قريبة من ابنها الذي سيبدأ دراسته الجامعية هذا العام، وللإقامة في برج ترامب وفي المدينة التي قالت عنها إنها تشعر فيها بالأمان. ترامب الزوج والرئيس المحتمل وافق على طلب زوجته بحسب التقرير قائلاً إنه يشعر أن الآباء والأمهات في أمريكا سيتفهمون حب ميلانيا لابنهما. أما بخصوص انشغاله عن بارون فقد قالت ميلانيا إن ترامب قريب من ابنهما لكنه لن يلعب كرة القدم معه إذا أصبح رئيساً من جديد.